قابل النازحون من غزة إعلانات وقف عدد من الدول تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا بقلق بالغ. هذا وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين. على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف، تاركين وراءهم بيوتا مدمرة وشهداء تحت الأنقاض، وأمامهم مستقبل مجهول. زاده صعوبة قرار عدد من الدول وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. بقلق بالغ قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث 7 أكتوبر. وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين. الأونروا شريان الحياة عنها، الأونروا هي طب مين بده يطعمينا، مين بده يشربنا بعد الحرب وما بعد يعني. والله يكون معي للناس، ايش بدي اقول لك؟ احنا كشعب فلسطيني شو ذنبنا؟ ارضنا احتلت، حرب، دمار، مالناش بيوت، عايشين لاجئين، حروب كثيره مرت علينا، وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني يمكن ما عاد لنا حتى أي أمل بالحياة. ومنذ 7 أكتوبر أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك حوالي 1 مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها. إحنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لإلنا، ما وجدنا إنه الدول الأوروبية ساعدتنا. أنا إيش ذنبي كطفلة فلسطينية إنه ما أطلق هذه المساعدات؟ إيش ذنبي أعيش في هذا الرعب، في هذه الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب، قاعدين من جوع؟ ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا وزعمت أنها دعمت حركات المقاومة الفلسطينية لسنوات، وهو ادعاء تنفيه الوكالة. وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصا.